موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم احشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب. معنى الحشر الجمع للجميع. يقول: كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم، ثم انقطعت المعرفة وانقضت تلك الساعة. يعني كأن الدنيا ساعة يتعارف الناس بينهم، هذا أبي وهذه أمي وهذه زوجتي وهؤلاء أولادي، قبل أن يولد الناس لم تكن هذه المعرفة موجودة، ثم يولدون ثم يتعارفون، كل ذلك بالنسبة إلى الآخرة كساعة. قد خسر الذين، يقول الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد غبن الذين جحدوا ثواب الله وعقابه وحظوظهم من الخير. غبنوا حظوظهم، غبنوا حظوظهم، فيها واو، وحظوظهم من الخير وهلكوا. يا غبنوا حظوظهم من الخير وما كانوا مهتدين. يقول: وما كانوا موفقين لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله، لأنه أكسبهم ذلك ما لا قبل لهم به من عذاب الله. نعوذ بالله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا للناس مذكرا للناس، يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة، الأجداث القبور،
كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية اللي هي بعد الظهر إلى غروب الشمس، أو ضحاها وقت الضحى. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر ليال. يعني نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يعني أكثرهم عقلا فيما يظنون أنهم بقوا في الدنيا يوما فقط، وهنا قال ساعة. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مع أن هذه الآية الأخيرة ظاهرة الدلالة على أن الكلام عن فترة البقاء في القبور، لأنه قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إلى يوم البعث يبقى يشمل الفترة السابقة، أو يتحدث عن الفترة السابقة عن يوم البعث. وأما الدنيا أنها ساعة من النهار ففي آية يونس التي نحن بصددها، يعني فترة القبور أيضا سيستشعر الناس قصرها، وفترة الدنيا يستشعرون قصرها، وذلك بالمقارنة بيوم القيامة الذي هو 50,000 سنة وبما بعد ذلك من الأبد والخلود بلا موت. أسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. قال وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كما قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يتعارفون بينهم أن يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض، بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه. فإذا كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى يبصرون ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يعني لا يبحث قريب عن قريبه مع أنهم يرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، نعوذ بالله من العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا. تفسير ابن كثير رحمه الله إن يتعارفون يعني يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا ثم يدبر بعضهم عن بعض. ولا يسأل أحد عن أحد،
إلا بعد أن ينجو المؤمنون يبحثون عن إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا إذا نجوا من النار. أما قبل ذلك لكل امرئ منهم شأن يغنيه. وقوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة، ولا خسارة أعظم منها، ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة، أو لأن أهله أيضا دخلوا النار معه، فقد خسر كل شيء. وفي الأثر عن المسيح: ماذا يكسب الإنسان إذا كسب العالم ثم خسر نفسه؟ وقوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في تأويله، قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من قومك من العذاب، كما قتل رؤوسهم يوم بدر أبو جهل وعتبة ابن ربيعة وهشام ابن عتبة والوليد ابن عتبة ورؤوس المشركين في بدر، وكما قتل بعضهم قتله الأسد، وبعضهم قتل بالأمراض كما قال عز وجل: إن كفيناك المستهزئين. قال: أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فيهم فإلينا مرجعهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط أن يرى بعينه ما فعل الكفار معه، بل هذا يمكن أن يقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يكون بعد مماته. عليك إذن أنت يا محمد أن تعمل ولا تلتفت إلى جزاء المخالفين لك في الدنيا. قال: فإلينا مرجعهم، يقول: فمصيرهم بكل حال إلينا ومنقلبهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول جل ثناؤه: ثم أنا شاهد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا، وأنا عالم بها، لا يخفى علي شيء منها، وأنا مجازيهم بها عند مصيرهم إلي ومرجعهم جزاءهم الذي يستحقونه. عن مجاهد: وإما نرينك الذي نعدهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في حياتك، أو نتوفينك قبل فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم:
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصيرهم ومنقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد روى الطبراني عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها، فقال رجل: يا رسول الله، عرض عليك من خلق، فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه. هذا الحديث يقول زياد، يقول داود بن الجارود أبي الطفيل، الحديث ضعيف، ضعفه الهيثمي. الله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.